باكستاني ما بخوف ما بخوف من دنيا وضحك امشي بلا في شكلك ايوه مدام انت فين يا بيرو لا صرخ بلا في شكلك اي مدام حاضر طب هنا بيرو ده انت يلا روح طوالي مع الشارع الضيق اللي مليان لمبات شارع ده اللي مليان لمبات جيت كله هذا لمبات صرخ كم بكسر وجهك ما بيضرب ولا صدايي خلاص يلا حبوه بعدين جلوف من عند الشجره الشاجده شجره الساجد يعني هذا في مسلم هرم سلي ولا ايه الفله روح من عند العري ايوه العري هذاك شايفه اللي بيشقح ايوه اللي بيشقح الشارع يا همارة انت مجنون واه يا رب يشبه السيارة والله يفصفص شيء اقسم بالله كي اقسم بالله ارجع ارجع يا شيخ جواد والله صيدة خذوني معاكم عين دين امك ايش 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 فيك ايش كيف نقدر نساعدك والله ما ادري السياره طفت علي يا الكربريتر ولا الزيت الزيت لا 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 مو الزيت دقي يبكي شبكة دقي دقي بنت العالي دقي عليه يبني بدل وجعني دقي عليه دقي 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 يا ولدي من رأسك يا ابن الحلال أقول له خذ ابن الحلال جرب ابني وربي ما يرد الكريم إلا الليم يا رئتك انت لئيم رئتك وردية يا بنت يا زندولة من رأس يا شيخ خلع ربي دخل رأس الدقيقة بسرعة بسم الله رأس الدقيقة جوالك مقفل كنت مهام الحقونك خلاص يا متوفيه اهم شيء ولا تهي لا حول قوه الا بالله الخطاب هو احمد اسمع يا احمد انا ابغى عروسه كده تكون مره 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 حلوه مثلا سندريلا السعوديه وابغاها تكون كمان بيضه زي النجفه وكمان مرمرمه شويه بس شوف تديني 5000 قبل الشوفه و5000 وقت الخطوبه طيب شكرا يا شيخ اللهم صل على النبي وفرس وفرس اللهم صل على النبي ما شاء الله يا رجال وش فيك؟ انا عندي وظيفتي جاهزه هنية لا انت شكلك ملخبط في العنوان وظيفه هنا عندي ايه عندك هنية عندي شهادات انا لو سمحت يعني ايش الشهادات اللي عندك مثلا تفضل شهاده عيد ميلادي ايش ابغاها دي وهذه يا طويل العمر شهاده تحليل الدم ابشرك النتيجه هبلس وهذه يا طويل العمر شهاده تحليل الله يعزك ويكرمك اي نعم لا لا مو معقول ما عندك شهادات اكبر مثلا التوفل لا والله ما اعرفه بسلامته مين هو ده اللي ما تعرفه؟ هذا نوفل اللي تقول عليه توفل توفل شو على وجهك انت لا قاعد تفل علينا هذا بدع التليفون بس لحظه الو تبغى مين اهلا وسهلا اوصل 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 ابو روح جيب شاهي لو سمحت انت انت تعال تعال المدير يجي دحين فين المدير كيف عرفت انا ابغى المدير انا هنا ما ابغى في مدير في المطعم ولا ما في مدير المدير لو سمحت المدير يجي دحين المدير يجي دحين في يا باشا لو سمحت يا باشا دوق لك قول لي يا باشا في ايه لو سمحت دوق لك طب قول لي يا باشا في ايه في المشكله يعني هتربطك يا باشا اول شيء دوق لك بعدين كلمني هنا دوق الشربه طب يا باشا هي فين من العالم جاي مطعم محترم ودافع دم قلبي وفي النهايه ما حصل ملعقه اروح اخذ لي سريع يا احسن يا باشا انت قول لي طب ليش معصب يا باشا انا معصب عشان ما في ملعقه دافع فلوس هاي الملعقه تحتك اهو بس لف يا باشا عزتك بس تلف كده انا في ريفك يا راجل في حد عايز ملعقه تاني ولا حاجه انا في ريفكم بس والله يا جماعه اليوم يوم ميلادي وعاد مره ما يحتاج هدايا وها
لا يا جماعه يا تفصصه في عيد ميلاد مين وجربه اعطوني ابو هدايا هذا اللي ناقص انا اجيب لي هذا هدايا وافش وما يتروش حتى مزيل والله والله ما اجيب له والله جبته ايش هو جيب له فازلين انا اجيب له مزيل عرق سرع انا اليوم مره كشخه ناقصني هدايا يوم ميلادي استقبل اي حاجه انا وعي الله وش هذا هذه برد تقول والله يا تحجوج نايف ونايف ونايف والله تسلم تسلم والله افتح الهديه يا اللي ما يتروش يا يا ابو ذا بعد هذا الاجتماع لازم ننهي اي شخص يسب في الكومنتات انتهى وزال راح نخليهم يندموا على كل كلمه كتبوها هو ده تعال ايش في ايش في ايش في الله فينك يا ابو يا ابو مؤخر نادي هنا ولا ايش يا جماعه انتهي منكم ما انتهي منكم والله اربع افكرت انا والله اربع افكرت انا بعرف دحين ايش اللي استفدتوه من السب في الكومنتات استغفر وغير الجلد ورب المصحف ما العيد اقسم بالله ما العيد الحركه دي برفع ربنا ما تشوفونا على السوشيال ميديا ثاني والله لا في حساباتي خلاص والله ما العيد بس خلوني اروح لامي يا شيخ يا شيخ طلبتك يا شيخ ابغى تسدد الرسوم وربي شايف هو مدني فوق راسي اعتبرها تسدد الله يعطيك الف عافيه الله يرحم والدينا في جيبك 3000 ريال ضاع يا شيخ يا شيخ الله يسلمك بس ربع عين الله بلك توقيع بالخير الله يسلمك 80000 طيبه الله يخليك لي يا شيخ ما يحرمني منك الله يسلمك اعطيه الله يبارك فيك يا شيخ بنتي مريضه وابغاك تساعدني في علاجها اعطيه اللي يحتاجه انتظرني بقى ايوه الو احمد الحقني يا شيخ السياره تعطلت بالله تعال سريع اشتراك اي حاجه والله يا ابو جميل انا حتى 5 ريال في جيبي ما معايا حتى سيارتي لي 3 ايام ماني قادر احركها لان ما معايا فلوس بنزين لكن الله يعين احمد وعبد الله من افشل الطلاب في المدرسه وكان الاستاذ دائما ينصحهم ويقول يا اولادي انتم لكم 5 سنين في الثانويه متى حبيت تخرجوا المستقبل استناكم الوطن يناديكم وزي ما انتم شايفين ما في اي فايده وعدت السنين وتخرجوا ما في اي وظيفه قبلتهم بعدها قرروا والله هذا المدرس لا اجلد اهله جلد اليوم وربي لا اقتل اهله اليوم واحد خسف درجاتنا الا هو سنة الله جابك أكبر صاحبي بالله عليك هذا على ربي حتى الله المتخرين اسمع اسمع والقدر كتغدى سافك في جبلة لا تناطح لك جبل لما تفتك قولك تعالك مهم علي نظيم عوقال معادي والخصيم السلام عليكم عبرنا يا شيخ هذا هذا دقيقة لحظة يا موسى ايش بك يا كابتن ايش بك الله يسلمك بس المعامل بشي لي عشان طيب 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 ايش بها المعاملة دي اشوف لا هذا عند حاتم حبيبي خلص لك اياه بسرعه الله يسعدك يلا روح روح حبيبي الله يسعدك انا يا موسى لا ما عليك يا ابوي يا ابوي الناس حالتي يقول المعامله عندك دقيقه يا عفاف ايش حرام عليك صار على النفس ايش تبغى بحياتي انت المعامله ها يا لا هذه المعامله عند خالد هذاك المكتب الثاني اللي جنب حاتم شفته يلا روح حبيبي الله يسعدك ايوه يا عفاف الله يطولك يا روح ما عليك لا ما عليك يا ابوي ايش بك انت ترى كلها معامله مو اختبار فيزياء حرام عليك مشيها يا شيخ يا صح هذه المعامله عندي خلاص دحين اوقع لك اياها عسل الله بدا الاسلام بس كمل التوقيع يا ابوي سلام يا ابوي ايش بك انت مسلم تعال 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 انا سلمت تعال يسلي تعال السلام عليكم وعليكم السلام اهدى يا باشا مساء الخير مساء الخير حبيبي الله يخليك بص عايز تضرب حاجه يا باشا اتفضل يا باشا لو سمحت اديني تعالى تهرب لحم بس لا لا مؤاخذه يا باشا هو في حد جاي ياكل معاك حضرتك لا لوحدي لا لوحدك تاكل اثنين بس يا باشا ادفع لك لا اثنين بس يا باشا ادفع لك بطل اصرف في النعمه بقى يا سعوديين طيب خلاص يا باشا ايوه اثنين تهرب لحم ايوه يا باشا بس بدون مخلل الله يخليك ازاي شاورما بدون مخلل والله تصدق دي نكته المخلل ترى امي جايبه من مصر عشان احطه في الثلاجه ولا عشان احطه في بطن امك ما اكل لا يا باشا بالمخلل ما فيش شاورما بدون مخلل عندنا طيب ايوه يا باشا بمخلل ايوه بس ابغى دجاج لا ازاي يا باشا دجاج بقى يا باشا اكل لحمه سمراء وانت اسمر والليله سمراء بقى يا باشا كده يعني يا باشا انت نجرس لا يا باشا نجرس ولا نرقص طيب وربي بقى اهو هنا انت بتدوب فين تغلط بقى لا ده انا ابتدي فرعنا في روما هنا دلوقتي برضه انا حر طلبي ازاي انت حر طيب انت حر هتوريه ريحي يا قليل الادب يا واطي يا جزمه موضوعنا اليوم بيتكلم عن التدخين وارتفاع اسعار التدخين طبعا احنا الان في احد الاحياء وندور على احد المارة في واحد هنا مساء الخير
مساء الجن والعفاريت يا اخي مالك؟ معليش بس احنا عندنا مقابله في التلفزيون الان. تلفزيون؟ ايه قسم بالله. والله التلفزيون. يعني امي تشوفني؟ ايوه امي تعالي. الله يسلمك. انت تدخن؟ اي نعم ندخن هكذا. كم باكت في اليوم؟ يعني هكذا 3 باكيتات هكذا. كم سعر الباكت؟ سعر الباكت تقريبا يعني 20 ريال. تدفع انت على التدخين تقريبا 21000. ما نعرف والله ممكن. كم سنه تدخن؟ يعني عمري 40 يعني تقريبا من انا خرجت من بطن امي مع سجارة. طيب ما عليك يعني في السنه 21000 في ال 40 سنه انت تقريبا دفعت على التدخين 450000 ريال. انت مالك معصب هكذا؟ ما انا ضر يا اخي. هذه الفلوس كفيله انك تجيب لك مرسيدس موديل السنه هذه. لا يا شيء. اي والله. انت تدخن؟ لا ما ادخن. طب فين المرسيدس حقك؟ طبعا اعزائي المشاهدين الحلقه انتهت. نعتذر عن قطع البث. ما في شبكه الان. ماذا دهاك يا فتى؟ أما والله يا حكيم لو كنت معنا البارحة في مجلس فلان ابن فلان الفرقشي. ماذا قال عني؟ أنك تطقع وتنائم. فليذهب إلى الجحيم فأنا الحكيم. ويقول بأنك تجلس مع الجواري وحيدا. جواري أم مواشي؟ والله لا أطعنك بسيفي. سيفي أم ترمو أول؟ لقد غلبتك في هذه. رحمك الله يا فتى. رحمك الله. سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر. سيارتي تمشي وسط الرمال الجارية. سيارتي قيد ضد الجبال.